من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ورد في الحديث الشريف إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. في الحقيقة نحن نعيش ببركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مو فقط إحنا الشيعة بل جميع العالم. في الحديث الشريف عن الإمام عليه الصلاة والسلام حول الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف: بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الله عز وجل خلق الكون كله لأجل محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، وكل هذه البركات والخيرات الله عز وجل أفاضها علينا ببركة هؤلاء. فينبغي علينا أن نؤدي شكر هذه النعمة. الإنسان إذا واحد أكرمني ما أقول له شكرا جزاك الله خيرا، إذا واحد مثلا استضافني ما أقول له شكرا، فكيف ما إذا كل وجودنا وكل البركات اللي نحصلها من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومن قبلهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا أن نكون عباد صالحين لله عز وجل، لأن الشيعي يعني التابع، وإن من شيعته لإبراهيم، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان تابعا لنوح عليه الصلاة والسلام، فالشيعي التابع. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: الشيعي هو الذي يطيع الله عز وجل، مو أنه فقط يدعي حبه لأهل البيت لكن في العمل لا يتبعهم في أي شيء. فعلينا نحن أن نتبع أهل البيت في كل شيء، في فعل الواجبات، ترك المحرمات، في الأخلاق، في الآداب. عندما نقرأ سيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نشوف الأئمة كانوا قمة في الأخلاق حتى مع أعدائهم، كانوا قمة في التدين حتى مع الأعداء. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن قاتل أبي الحسين، يعني شمر لعنة الله عليه، استأمنني على السيف الذي قتل به الحسين لرددت إليه أمانته، ما دام هذا أمانة أنا أرجعها. فهذه أخلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ينبغي علينا أن نتحلى بهذه الأخلاق حتى نكون أتباع صادقين لهم، ويكون هذا الشكر العملي للنعمة: ولئن شكرتم لأزيدنكم. الله عز وجل بلطفه وبجوده وبكرمه أزال الطاغية اللي كان جاثم على صدور العراق وغير العراق، أصلا كل المنطقة. فهذا كان من لطف الله عز وجل، ترى مو أمريكا هي اللي أزالت صدام، الله عز وجل هيئ الأسباب، وإلا هم نفسهم متندمين على فعلتهم. فالله عز وجل هيئ الأسباب، وهذه نعمة كبرى أن الله عز وجل أزال هذه الطاغية، وأنتم بعد كنتم موجودين وتشوفون الظلم والاضطهاد والخوف وغير ذلك. فإذا إحنا كان عندنا شكر لساني وشكر عملي بالعمل، يعني بالعمل نشكر الله عز وجل عن طريق
اتباعنا لأهل البيت عملا في كل شيء. في هذه الصورة الله عز وجل يزيد النعم، أزال الطاغية يزيل الطغاة الصغار، أزال الطاغية الكبير يزيل الطغاة الصغار، يجعل الآمن والأمان والرفاه والصحة والسلامة والعافية. ولكن يحتاج إلى شكر النعمة، شكر عملي، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، عملا نتبع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولازمهم نكون ملتفتين لا نخدع. في الحديث الشريف المؤمن كيس فطن، إلى كياسة وإلى فطنة ما ينخدع. إحنا لازم نحاول أنه لا نخدع في هذه المرة. إذا آبائنا أجدادنا بعد ثورة 20 انخدعوا، طبعا الناس طيبون وقاموا بما عليهم، لكن انخدعوا وبدت حكومات طائفية 80 سنة جرعت العراق والعراقيين الأمرين. لازم الآن إحنا نكون عيوننا مفتحة حتى لا نخدع. وفي الحديث الشريف لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، إذا مرة انخدع مرة ثانية لا يخدع. فينبغي علينا الصبر، ينبغي علينا التمسك بأخلاق أهل البيت. الحالة العاطفية لازم لا تغلب علينا. يعني واحد كان يقول قبل فترة، هواي يقولون أنه زين ذول الطائفيين دي يقتلون بينا وإحنا ساكتين، ما يصير إحنا هم خلنا نقتل بيهم. هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه الشرع يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. إذا فد وخابي أو فد واحد مكفرتشي أو سني قتل من الشيعة، هذا مو معنى أنه يجوز لي أن أقتل أخاه أو أقتل أبوه أو أقتل مثلا أقرباء. لا تزر وازرة وزر أخرى. فينبغي علينا التحلي بالصبر، في نفس الوقت هم لازم نقوي أنفسنا. الحكومة إن شاء الله تكون مستقرة، وهذه الحكومة تقوم بالواجب من اجتثاث جذور ذولا الإرهابيين. المقصود شنو هو؟ المقصود أنه العاطفة لازم لا تأخذنا وتسبب أنه نترك أحكام الله عز وجل. أحكام الله عز وجل فوق كل شيء، فوق العاطفة وغير العاطفة. الأساس يكون تطبيق حكم الله عز وجل. أي مكان الله عز وجل سمح لنا نتصرف، أي مكان ما سمح لنا لا نتصرف. فإذا احنا التزمنا بأحكام الشرع الله عز وجل يكمل النعمة علينا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني هو في مشكلة يريد يخرج من هذه المشكلة، إذا اتق الله عز وجل الله عز وجل يخلي له الطريق المخرج اللي يخرج من المشكلة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هم يخلي له فرج من المشكلة وهم يرزقه من حيث لا يحتسب. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل زياراتكم وأن لا تنسونا من صالح الدعاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها